طبعا يكون معنا عبر الهاتف المحامي والحقوقي الأستاذ عبد العالي جربي. أهلا وسهلا بك. أهلا بيك عسلامة، مرحبا بيك وجميع المحامين. شكرا لك. بيه أستاذ، اليوم كما كنا نحكي والمحلات الرهان الإلكتروني نوعا ما انتشرت في تونس الكل جينيرالمون، مستمعينا في كل حومة ولا في كل بلاصة نلقاو أكثر من محل في مختلف المعتمدات، ومحلات الإلكتروني الرهان الإلكتروني أصبحت خلينا نقول وإحنا كذلك متعة وإدمان للصغار، ومن جملة الصغار هذوما اللي هما المراهقين. دونك يمشيو يلعبوا كما كنا نحكيو في لوف ب 5000 يربح 100 دينار، يقعد غدوه يرجع باش يعاود يربح، وشفنا حاله انتحار، شفنا حتى تتبعات قضائيه للصغار هذوما وعائلاتهم. في الظاهره هذه ما نعرفش انت كنت حبتك تقييمك في الاول كيفاش تشوفها في تونس. اول حاجه نشكرك بصراحه على اختيار الموضوع هذا اليوم باش تسلط عليه الضوء، لانه فعلا موضوع مهم جدا، ليس فقط من جهة التعلق وشديد المراهقين والصغار بالألعاب الجوال أو الألعاب الإلكترونية، وإنما بالظاهرة هذه اللي بدأت تنتشر واللي بالحق يعني تستحق تسليط الضوء، لأنه اليوم محلات الرهان الإلكتروني واللي نسميوها محلات الأقمار الإلكتروني منتشرة تقريبا بالمئات المحلات الفخاخية في كامبرا بالجمهورية من خلال شركات ضخمة تتوفر في مصادر يعني تمويل لتجهيز هذه المحلات بطرق يعني براقه وفيها ومغريه الحقيقه للمراهقين وللشباب ومختلف الشرائح باش يلعبوا ويراهنوا خارج البلاد التونسيه من خلال يعني كل اصناف الرياضات حتى الموجوده يعني في يعني اماكن بعيده، وبها هي يتمكنوا من انهم يربحوا مبالغ ماليه خارج الاطر القانونيه، لانه كما نعرفوا احنا انه الرهان يعني الرياضي محتكر ومنظم في البلاد التونسية لفائدة شركة نهوض بالرياضة البروسبور اللي هي تحتكر باعتبارها تمثل الدولة وتحتكر يعني ألعاب التكهنات وتوزيع المرابيح في إطار القانون اللي يعني قانون 84 على ما أعتقد اللي ينظم نشاط الشركة هذه. في استغلال للفراغ التشريعي اللي موجود، عدد كبير من الشركات وهي شركات ضخمة من قوة المالية تمكنت من انها تنافس الشركه الموجوده بالرياضه وانها تخدم يعني نشاط يعني اكبر حتى بكثير من نشاط يعني اللي يتمارس في اطار التكهنات الرياضيه المحتكره من طرف الدوله كما قلنا. واغراوا عدد كبير جدا من الشباب ومن المراهقين، وخاصه نحكي على فئه المراهقين، اصبحوا اليوم عندهم ادمان حقيقي لدى هذه المحلات الموجودة في كافة الأحياء. بطبيعة الحال الأسباب هي اجتماعية، الأسباب هي أنه الربح يكون سهل، الاعتقاد في الربح السهل، في أني الراهن مبلغ مالي نربح من غير حتى مجهود من خلال يعني ألعاب الحظ، وهذا اللي خلى المحلات هذه الحقيقة تنتشر وتلقى الرواج الكبير. بيه اليوم حتى شفنا معناها الفلوس نتاعهم اللي باش يصرفوه في اللمجه يمشيوا يلعبوا بيه في محلات الرهين الالكتروني هذيا. بيه ناخذوا من الجانب القانوني، نفهموا معاك استاذ، هل انه اليوم القانون التونسي ينظم نشاط المحلات هذه باعتبارها معناها شكل خطر بنسبه كبيره عليهم هم على صحتهم وعلى على حتى على عائلتهم في نفس الوقت؟ هو الاطار القانوني نجم نقول الشركات هذه والمحلات اللي منضويه تحتها هي استفادت من الفراغ اللي موجود، لانه وان لم يمنع المشرع صراحه هذه الشركات فانه ايضا هو لم يجز لها يعني تعاطي، هي استثمرت في الفراغ باعتبار انه اخر نص قانوني نجم ينطبق على العاب الحظ والاناشيد يرجع ال 24 اكتوبر 1974، المرسوم تاع 24 اكتوبر 1974 المتعلق باقامه معارض الالعاب والعاب البيت واليانصيب، يعني هذا قانون قديم برشا، وكان نظم العاب اليانصيب ونظم الالعاب نتاع يعني اللي تتجاوز فيها الحظ قيم البراعه واعمال الفكر. ايش يقول الفصل الاول من المرسوم هذا؟ تعتبر الالعاب التي يعني يقاس فيها يعني الحظ على البراعه واعمال الفكر العاب قمار وميسر، يعني كل ما ثم حاجه تقوم على الحظ الا وعد وتعد حسب هذا المرسوم من العاب الميسر والعاب القمار وعليه تمنع ممارستها الا اذا نص القانون على ذلك. صراحه اي اذا كان القانون منح
يعني لشركة ما أو لمؤسسة ما، هذا بيحصل لهم بعض في إطار شركة نهوض بالرياضة. ما عدا ذلك فإن هذه الأعمال تعد غير مشروعة ويعاقب عليها جزائيا، وجين الفصل 2 من المرسوم وحط يعني جرى ما هذه الأفعال ووضع العقوبة، كما نشوف توي عقوبة خفيفة يعني نوعا ما، اللي يقول النص يعاقب بخطية تتراوح بين 20 و200 دينار كل من يخالف الفصل الأول من هذا المرسوم، فيقيم ألعاب قمار بالطرقات والساحات العامة والأماكن العامة والخاصة. كل من ينظم الألعاب هذه بأي ساحات أو بالأماكن يعني يجرم من 20 و200 دينار خطية، وفي صورة العودة يعني ترتكب الجريمة مرة أخرى فمبلغ الخطية يعني يرتفع إلى 400 دينار بالإضافة إلى عقوبة بالسجن من 15 يوم إلى 6 أشهر. يعني عقوبات يعني بسيطة وغير رادعة على الحقيقة، وهذه استثمار في هالفراغ هذه انتشرت كل هذه المؤسسات الشركات شركات كبرى ميزانية نتاعها يعني عندها ميزانية هامة وقوية تقوم بإجراءات الإدارية المطلوبة في التشريع، يعني أنها تتقدم بترخيص ومشيوا يرسموا أرواحهم في السجل الوطني للمؤسسات بعنوان يعني أنشطة يعني إلكترونية أو بعنوان بيع مواد إعلامية وغير ذلك، لكن احتيالا على القانون، لكن في واقع الأمر ما تقوم به هذه المؤسسات والمحلات المنضوية تحتها هي أنها فعلا تمارس ألعاب يعني تقوم على الحظ تكهنات وتشمل يعني مجالات متعددة ومغرية، باعتبار أن القانون يمنحها من أنها تحوز عملات أجنبية وتقول إن هي من ضوء هي تخدم يعني تنشط في إطار يعني رياضي دولي وليس وطني، فإنها تضطر بطرق معينة إنها تتعامل مع منصات أجنبية موجودة في الخارج، ثم تقوم بتوزيع يعني الأرباح بالعملة الوطنية على الأفراد اللي تردوا على المحلات هذه. هذاك علاش يعني تلقى يعني معاملات مالية كبيرة وخبيرة جدا. المشرع يعني اليوم في غياب قانون يعني ياخذ بعين الاعتبار هالظاهرة هذه وياخذ بعين تفاقم الظاهرة هذه وارتفاع عدد الأشخاص يعني المتأثرين بها، واللي كما كنت تفضلت أنت يعني فيها أثار نفسية مدمرة لعدد كبير جدا من الشباب، حتى فما شكون يعني انتحر أستاذ هكا ولا ليه يعني واحد يعني موجود يعني ثم هذه الأنشطة هذه تترتب عليها جرائم. تعرف أنت الإنسان اللي يحب يلعب القمار يلعب الميسر يعني يولي فيه يولي يعني عنده الرغبة في أنه يلعب كل يوم أملا في الربح أو لأنه الربح يحصل لغري بأرباح أكبر يولي مطالب يوفر فلوس. أيضا الأماكن هذه تولي مكان متاع تجمعات لعدد من الشباب والمراهقين تغري بعض التجار يعني اللي بيعرفوا حتى تكون منبع ومكان لاستهلاك المواد الممنوعة في نفس الوقت بطبيعة الحال، لأنه من ثم تجمعات تاع مراهقين وين تكسر الأنشطة الأخرى الموازية بالاستفادة من هذه. يعني ثم شهادة يعني القيروان في وقت من الأوقات يعني شهد حادث انتحار شاب لأنه يعني من الهوس وتعلقه بالألعاب هذه، عادة الخسارة تخلف لدى الشاب هذاك أثار نفسية مدمرة. أيضا ثم يعني ضمانات القانونية متاع يربح يعني مش متوفرة كلين، ثم المبالغ هامة أحيانا يربح مبلغ 50,000 دينار و60,000 دينار تصير خلافات مع صاحب المحل لأنه ما يحبش يمكنه من الربح هذاك، ويلجأ الحل هنا في غياب قانون ما فماش يعني في تنجم تقاضي ولا تشكي ولا يلجأ للقوة البدنية. وشهدت يعني بعض محلات في الوسط يعني معارك دامية من مع أصحاب أحد المحلات لاسترجاع واستخلاص المبالغ متاعهم. يعني لأننا نتخيل يعني هذا العالم الموازي اللي هو يعني أمام صمت يعني المشرع على تنظيم هذا الفضاء جست ما أمام صمت أستاذ وقت نسمو حاجات كيف هكاية معناها خطر مش احمر كهو معني كيف ما لون اقوى من الاحمر هو تاكيد لكلامك الخطر موجود ونقص الخطر يعني دقه في كثير من الحالات، لكن مثل ما السياسه واضحه من حين لاخر تصير حملات امنيه على بعض هذه الشركات، ورغم انه يقع حجز مبالغ ماليه يعني 30 مليار و20 مليار و15 مليار، لك تتخيل هذه الارقام الرهيبه نتاع المبالغ الماليه لدى هذه الشركات. هنا المشرع يعني هنا السلطة الأمنية والسلطة القضائية إلقات إحالات على معنى قانون 75 لسنة 2003 مؤرخ 10 ديسمبر 2003 اللي يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، يعني حتى يشكل خطر على أمن الدولة في نفس الوقت. بالضبط هو الأسئلة ديما تطرح حول التحويلات هذه اللي تتم بطرق ملتوية وخارج
السوق الرسمية يعني والمنظمة اللي يعني مسك العمولات الأجنبية بالتراب التونسي، هذاك علاش يتم الاتجاه لقانون غسيل الأموال، يتم الاتجاه لمجلة التصرف من أجل تتبعات لحيازة عملة أجنبية يعني مجهولة أو بغير خلاف للسياق القانونية، بحثا عن إمكانية ردع هذه الأفعال. تحصل حملات هنا وهناك ويحصل غلق للكثير من المحلات، لكن كل يعني بعد تخفت الحملة يتعود هذه المؤسسات بالنشاط في غياب سياسة واضحة. تعرف نقول لك أخ نرمين أنه في 2021 و2023 قانون المالية، يعني قانون المالية ضبط بعض الفصول اللي تتعلق بهذه الأنشطة وبهذه الشركات من خلال حدث معاليم جبائية أو أحداثها، وكأنه يعني تقنين وكأنه يعني اعتراف بهذه الأنشطة، يعني سياسة متذبذبة. هذه فصل ربما قوة اللوبيات أصحاب الشركات هذه اللي يتمكنوا من حين لآخر في حماية يعني بقاء أنشطتهم، يعني وفي أيضا وصولا إلى أنه قوانين المالية يعني تغض النظر عنهم، بل بالعكس تضع لهم يعني غطاء جبائي من خلال التفكير في تنمية موارد الدولة عوض وضع أحكام يعني تنظم فعلا هذه الأنشطة سواء في إطار التجريم الكلي أو في إطار التنظيم من خلال وقاية لحماية المراهقين وصغار السن والتلاميذ من يعني التأثر بهذه الألعاب اللي هي تقوم يعني على الحظ ولا شيء آخر، وهي تغري في غياب يعني سياسة للدولة في إنشاء فرص عمل حقيقية بطبيعة الحال. لا يتبقى للشباب سوى البحث عن يعني عن ألعاب الحظ والربح السهل من خلال الإغراءات المقدمة سواء في الكثير من البرامج، يعني هم عدد من البرامج الإذاعية والتلفزية تعطي إشهار وتتعاقد في الإشهار مع هذه الشركات بشكل رسمي، ويعني وبطبيعة الحال يعني هذا يعطي فرصة كبيرة جدا. مش أنه اليوم المحلات هذوما يكثروا أكثر وأكثر نعم. والظاهرة تنتشر. شكرا لك أستاذ يعطيك الصحة. كل يوم نوعا ما جملة من الإجراءات اللي تمنع يعطيك الصحة. نهارك زين أستاذ الأستاذ ولا حقوقي عبد العلي الجبي. اليوم جملة من الإجراءات اللي تمنع المراهقين باش يحدوا من الظاهرة هذه حملات تبعات جزائية ضدهم أمام انتشار المحلات محلات الرهن الإلكتروني بشكل رهيب. اليوم التلامذة والصغار ولاو وخاصة المراهقين فلوس اللمجة نتاعهم يمشي ويلعبوا بها، دونك اليوم لهنا خطر كبير برشا كما كان يحكي لكم، مش كان من الجانب النفسي كها وشفناه بكري شوية مع جملة من المختصين، وإنما لهنا من الناحية القانونية. شكرا لكم على متابعتكم بالطبيعة، مازلنا نستقبلوا آراءكم أنتم في الموضوع هذايا على 72-280-300، خاصة كيفاش تتعاملوا مع صغاركم أمام المواقف هذايا. اليوم وقت يجي صغيرك ويحكي معك الكلام هذايا ويقول لك باش نمشي ولا فقط بيه مشيت اليوم، شنو التصرف السليم حسب رايك انت باش تحافظ على ولدك وتكسب ولدك في نفس الوقت ما تخليهوش يتيح في هالظواهر الخطيره جدا جدا عليه. مدي ساعه و24 دقيقه موصلين معكم في حكايه الناس حتى الماضي 3.